انا عارف ان العروض التدريبيه لسه يعني مستمره وشغاله، وكان ممكن حضرتك تكون متواجد في الدوري المصري خلال الفتره الاخيره ديت. لا هو طبعا زي ما انت عارف انا يمكن كنت في الجزائر لغايه تقريبا شهر نوفمبر، مع نهايه شهر نوفمبر رجعت بعد ما يعني خلصت مشواري مع نادي وفاء سطيف، والثلاث شهور دول يمكن بعد رجوعي بالفعل اتعرض عليا بعض الانديه، لكن الوضع فيهم مش مستقر، ف يعني فاجلت طبعا لامور العروض لغايه ما يجي عرض بشكل مستقر وفريق نقدر يعني الواحد يحقق معاه حاجه ان شاء الله. كابتن حسام، يمكن الفتره اللي فاتت ممكن البعض يعتبرها ان كان في، مش عايز اقول يعني عدم اختيار، او ممكن حضرتك تعجلت في تولي المسؤوليه او في تدريب في الدوري الجزائري، لكن البعض شايف ان الكابتن حسام استعجل شويه في قبول ان هو يتولى مسؤوليه او التواجد عموما في الدوري الجزائري. لا يمكن طبعا مع بدايه الموسم كان في فرصه ان انا اتولى احد الانديه هنا في مصر ونادي جماهيري، لكن انا في الفتره دي كنت بفضل السفر بره، لان يعني بعد فتره المنتخب وعدم ارتياحي طبعا للي حصل، ويعني مش عاوز اسرد في الموضوع ده، كنت بفضل السفر بره مصر. وبالفعل لما جالي نادي وفاء سطيف وافقت على العرض، يمكن نادي طبعا باكد النادي وفاء سطيف نادي كبير وعنده جماهير عظيمه عظيمه عظيمه، لكن انا قبل ما اسافر ما كنتش استفسرت عن الوضع في الوقت اللي اتعرض عليا تولي المسؤوليه الفنيه في نادي وفاء سطيف، لان كان عندهم ازمه ماليه كبيره جدا. وبالفعل يعني رحت والحمد لله حققت الحمد لله يعني تجربه جديده ان انا اكون فريق وفي نفس الوقت ابتدي مع فريق جديد بعد ما كل العناصر الاساسيه تقريبا راحت على الفريق نتيجه الضائقه الماليه اللي كان بيعيشها نادي وفاء سطيف، لكن قدرت اكون فريق وقدرت في خلال تقريبا اربع اسابيع ما بين معسكر وبحضر للدوري واكون فريق ونبتدي الدوري العام واترك الفريق وهو في المركز الثالث، واصبح الكل يخشى وفاء سطيف ومقابله وفاء سطيف، فده طبعا كانت تجربه ناجحه بالنسبه لي واضافه يعني بضيفها لخبراتي. وفي نفس الوقت يمكن لما رجعت اتعرض عليا بعض الانديه المصريه زي ما بقول لك، لكن مش مستقره من وجهه نظري، طبعا محتاجين تدعيم في في في, في السكواد بتاعهم، فعشان كده اجلت. ويمكن انت قبل ما تكلمني دلوقتي حالا يعني في عرض ثاني من احد الانديه المصريه برضو في الدوري، لكن برضو مش مستقر، فهو مش ده اللي انا يعني ببص له في الفتره دي. بتمنى ان يجي نادي في استقرار، في امكانيه ان الواحد يقدر يحقق حاجه ان شاء الله.